عيد الكنيسة اليوم بعيد نياحة القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان. والقديس الأنبا أنطونيوس له مكانة كبيرة في حياة الكنيسة القبطية. صحيح هو ما كانش أول راهب في التاريخ، ولا هو أول واحد فكر في سكنة البراري، ولا هو أول واحد نظر نفسه بالبتولية في عبادة الله، ولكن الكتاب المقدس نفسه يذكر لنا عن مجموعات ندروا نفسهم للحياة البتولية وسكنوا البراري، زي القديس يوحنا المعمدان اللي أكمل حياته في البتولية وسكن البراري. والتاريخ برضو بيذكر لنا مجموعات من الرهبان قبل الأنبا أنطونيوس كانوا عايشين في البراري وعايشين بحياة البتولية. طيب إذن إيه الجديد اللي أضافه أنبا أنطونيوس خلاه بهذه المكانة وخلى الكنيسة كلها تهتم بيه؟ وعلى فكرة مش كنيستنا بس القبطية اللي بتهتم بيه وبتعيد ليه، لكن ده كنايس العالم كله. الحقيقة أنبا أنطونيوس حقق المعادلة الصعبة اللي موجودة في الإنجيل بتاع النهاردة، عشان كده أبقنا بحكمة عميقة اختاروا هذا الفصل الإنجيلي علشان يتقري على ما سمعنا يوم عيد الأنبا أنطونيوس. إيه المعادلة الصعبة اللي في إنجيل هذا النهار؟ النهاردة كنيسة بتسمعنا معجزة المولود أعمى، الرجل اللي تولد من أبوين وهو مصاب بمرض معين جعله فقد البصر. المسيح له المجد قبله وحقق له المعجزة وشفاه وجعله يبصر. وبعدين لما حصل المحادثة بينه وبين اليهود وجي السيد المسيح سأل الرجل المولود أعمى، قال له أتؤمن بابن الله؟ فالرجل المسكين قال له إيه؟ قال له هو فين ونؤمن به؟ المشكلة في هذا الإنجيل اللي عايزة الكنيسة تلفت أنظرنا إليها مش العمل البصري. ناس كتير فقدوا نعمة البصر، ولكن ربنا اداهم نعمة أفضل بكتير من نعمة البصر الحسي وهي نعمة البصيرة. حتى في التاريخ بتاعنا عارفين قديس زي القديس ديديموس اللي كان ضرير وربنا اداله نعمة ان هو اكتشف، اول واحد اكتشف طريقة الحروف البارزة عشان الناس تعرف تقرأ، اللي هي معروفة النهاردة باسم طريقة برايل. حقيقة كلمة برايل نسبة الى العالم اللي اكتشفها حديثا من 200-300 سنة، الكرتون البارز اللي يشكل كل يعني حركة فيه حرف معين، وبالتالي يخلي الإنسان الكفيف أو غير المبصر يقدر يلمس بصوابعه الحاجات البارزة دي ويقرأ. ولكن الناس كتير ما تعرفوش إن واحد من أبائنا الأباط من علماء مدرسة اسكندرية الأولى من القرون الأولى اكتشف طريقة الكتابة بالحروف البارزة، وهو القديس العلامة ديديموس الضرير اللي هو كان مدير مدرسة اسكندرية في القرن الثالث والرابع الميلادي. ديديموس الضرير هو أول واحد اكتشف الفكرة دي بتاعة الحروف البارزة، بس طبعا وقتها ما كانش فيه كرتون فكان عاملها على خشب، وعشان كده بالقبطي لغاية دلوقتي احنا ساعات بنقول كلمة بالعامية المصرية كده بنقول لك اي ده شكني. بالقبطي الحاجة البارزة اسمها تشوكشيك، شكشيك يعني لما الحاجة الخشب ده كده يشكني في ايدي، واحنا بنقولها في الدوكسولوجية بتاعته بس يمكن ما ناخدش بالنا من الكلمة. تشوكشيك يعني الحاجة البارزة اللي لما تصدم صبعي تشكه. فهو لما ما كانش فيه على ايامه كرتون اختار على الخشب الصغير ده يحطه جنب بعضه كده، والإنسان اللي فقد نعمة البصر يجر إيده كده على الخشب، واحدة طالعة واحدة نازلة واحدة مايلة شمال واحدة يمين، يبقى ده الحرف، ده ألف ده به ده جيم إلى آخر. طبعا وعمله بساعتها بالقبطي أو باليوناني اللي هي اللغات اللي كانت موجودة وقتها، ما كانش فيه عربي وقتها.
فإذا عندنا في التاريخ ناس فقدوا نعمة البصر ولكن كان عندهم نعمة البصيرة. ده مش بس في تاريخ الكنيسة، حتى في تاريخنا المصري عندنا الدكتور العظيم طه حسين كلنا عارفين حكايته، اللي فقد بصره وهو صغير عمره حوالي 4 سنين، وربنا اداله نعمة البصيرة لغاية ما خد دكتوراه من واحدة من أكبر جامعات فرنسا، جامعة السوربون، وخدها في فلسفة ابن خلدون زي ما احنا عارفين القصة إلى آخره. إذن التاريخ بيقول لنا سواء في الكتاب المقدس أو تاريخ الكنيسة أو تاريخنا المصري إن في شخصيات كتير فقدت نعمة البصر لكن ربنا أنعم عليهم بنعمة البصيرة. المعجزة اللي عملها السيد المسيح له المجد مع هذا الرجل اللي كان فاقد للأسف الاثنين، البصر والبصيرة، عشان يعني نفهم ليه كان فاقد البصيرة، انه لغاية ما اتعملت له المعجزة ما كانش عارف مين اللي عمل له المعجزة. وقف قدام ربنا وقال له ايه، قدام السيد المسيح وقال له ايه، قال له طب هو مين وانا امن بيه؟ يا يعني انت منتش واخد بالك، انت للدرجة دي كده يعني الدنيا كانت معتمة معاك، المسألة مش مسألة بصر بس، ده انت حتى كلمت وتعاملت معاه وسألك وحصل حوار بينك وبينه بكل ده وانت ما خدتش بالك منه ومعرفتوش. اذا مشكلته كان فقدان البصيرة. جه القديس الانبا انطونيوس ولفت انظار البشرية كلها ان الاهم من الحواس الجسدية هي الحواس الروحية، البصيرة الروحية. الاهم من تبتل الجسد تبتل الروح، الاهم من عفة الجسد عفة الروح. قلنا كلام ده امبارح وانا بنعيد بعيد الست العذراء اللي كان عيد ناحيتها امبارح، ان ناس كتير على مدار التاريخ يمكن ما اتجوزوش، يمكن بحسب مقاييس العالم اسمهم متبتلين او اسمهم عزاب او لم يتزوجوا يعني. فهل كل من تزوج وصل لدرجة عفة في الجسد وفي الروح؟ في الجسد الله أعلم، الناس دعوة بالحاجات، لكن أهم من كده بالروح، هل وصل لعفة الروح؟ إيه ملامح عفة الروح؟ عفة الروح وعفة العمق اللي هو الكنيسة عايزانا نوصل ليه، أول علامة ليه علامة التدقيق، الواحد يكون بصير بس مش بصير بالجسد، بصير البصيرة الروحية، يبقى مميز، مميز صوت الله، مميز رؤية الله، مميز كلام الله، مميز بدقة وبوعي. العفة بصفة عامة بتقول الإنسان خلي بالك ما جسدك ما يلمس أي جسد آخر، اللي هي العفة الجسدية. الروح عفة الروح، روحك أيضا لا تختلط بأي روح أخرى، تبقى مميز مستيقظ، عندك نعمة البصيرة اللي بيها تعرف تميز الأرواح وتفرز الأرواح، تفرز الكلام، تفرز التصرفات، تفرز المواقف اللي قال عنها الكتاب المقدس في المزمور الأول، طوبى للرجل الذي لم يجلس في مشورة الخطاة، مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في طريق الرب مسرته. المسألة مش مسألة الظاهر، أصل المسرة دي حاجة داخلية محدش عارفها غير القلب غير الله. المسألة مش مسألة حاجة ظاهرية، زي البصيرة ما هيش حاجة ظاهرية ولكن البصيرة حاجة داخلية. عشان كده بقول القديس الأنبا انطونيوس حقق المعادلة دي، علم نفسه أولا ثم علم ولاده ان البتولية مش بتولية جسد. قلت لكم في الاول ناس كتير سبقوه سكن البراري ولم يتزوجوا، مش ما عملوش حاجة في التاريخ، ما عملوش اي علامة، عاشوا ماتوا يمكن ما نعرفش اسمائهم، ما نعرفش اماكن تجمعاتهم، ما نعرفش اي حاجة لانهم ما كانوش مهمين. لكن الاهمية بتاعت انبا انطونيوس جات من هو علم نفسه اولا ثم علم اولاده البصيرة الروحية والعفة الروحية. عفة الروح أهم من عفة الجسد، عفة القلب أهم من عفة الأعضاء. يا مناس عاشوا ماتوا بعفة الأعضاء ولكن كان قلبهم متدنس بأفكار أو بشهوات أو بميول أشكال والوان، لا
المسألة مش مسألة مظاهر ولا لبس ولا ألقاب ولا مسميات، ولكن المسألة مسألة قلب. حقق القديس الأنبا أنطونيوس هذه المعادلة، عفة القلب، فبقى العظيم أنطونيوس، لدرجة الناس سمعت عنه أنه عرف يدخل للعمق ده، مش عمق البراري ولكن عمق الحياة مع الله والتمييز والبصيرة والاستنارة اللي خلته يقدر هو والتلاميذ اللي تلمذوا تحت ايديه يدخلوا للعمق في العلاقة مع الله. ناس سمعت عنه وجم زاروه من مصر ومن برا مصر، قولوا مرة 7 اخوات 7 رهبان من فلسطين وقعدوا يسمعوا له الكلام، وفي الاخر واحد منهم قال له ده يسأله سؤال وده يسأله سؤال، فالقديس أنبا أنطونيوس لقى واحد فيهم قعد ساكت كده، تسألش حاجة ليه، ما قلتش حاجة ليه من ساعة ما جيت، قال له يكفيني أن أنظر إلى وجهك يا أبي، وجهك ده اللي دخل، وجهك ده اللي علم وفهم البصيرة، أنا يكفيني أن أبص للوجه ده اللي في عيونه عمق شديد وفهم مختلف ونظرة مختلفة، مش نظرة أرضية، مش نظرة تحت رجلينا، ولكن نظرة سماوية. خسرت حاجات كتير من حيث الظاهر، من حيث الظاهر انت وزعت اموالك وميراث ابائك واجدادك وسبت اختك في بيت العزارة، من حيث الظاهر انت خسرت حاجات مادية كتير، لكن الحقيقة العمق اللي انت كنت عايش فيه خلاني اكتشفت ان انت كسبت حاجات اهم. ساعات ناس الحروب بتبقى شديدة عليها، وبالذات الحروب في الامور المادية، وحخسر ماديا، اقول له ما تزعلش، حتى لو خسرت ماديا كفاية انك هتربح عناية ربنا ورضا ربنا وبركة ربنا في القليل. القديس الأنبا أنطونيوس من حيث وجهة نظر العالم خسر ماديا، ولكن العبرة بالنهاية صار العظيم أنطونيوس. ليه عظيم؟ لانه مشي ورا كلام الانجيل، مشي ورا معلمنا بولس الرسول اللي قال خسرت كل شيء ولكن كل ده احسبه ايه؟ نفاية، ولا حاجة ولا لي لازمة، بفضل معرفة المسيح هو كسب الاهم من كده والاعمق من كده. ده حتى بعد حياة أنبا أنطونيوس سيرته بقت علامة، لدرجة ان في واحد من الفرنساويين جم في القرن الرابع هنا مصر وقعدوا 7 سنين، جه مرتين، مرة قعد 3 سنين ومرة قعد 4 سنين، 7 سنين عشان يتعلم سر الحياة العميقة دي، سر حياة الرهبانية. بقوله بكرر، كان في رهبان في مصر وبرا مصر، بس ما كانش فيه العمق ده بتاع أنطونيوس. جه يتعلم، الرجل ده كان اسمه يوحنا كاسيان، وخرج من مصر كتب كتابين كبار جدا عن عمق الحياة الرهبانية في مصر، وكتب مقارنة بين الرهبان بتوع مصر الرهبان بلاد تانية فلسطين وبين النهرين، وقال قد ايه كانت رهبانة مصر رهبانة معتدلة، رهبانة في العمق، رهبانة بصيرة، رهبانة فيها رؤية الله الحقيقية، مش بالنظر المادي ولكن بالقلب وبالرؤية الداخلية بالاستنارة وبالبصيرة. عشان كده صار هذا القديس أنطونيوس عظيما، عشان كده مش مصر بتعيد له، لكن مصر وكل بلاد الدنيا بتعيد له، بتقول له العظيم أنطونيوس، بينشتي آف أنطونيوس زي ما بنقول بالقبطي، ميغس أنطونيوس زي ما بيقولوا باليوناني، كل لغات الدنيا يقولوا عليه العظيم، جريت أنطونيوس أو أنطوان زي ما بيقولوا باللغات الأجنبية. كل ده ليه عظيم؟ ليه؟ لانه كان طويل وعريض، ابدا ممكن محدش وصف لنا جسمه كان طويل ولا عريض، لكن عظمته في عمقه، عظمته في دخوله الى العمق في حياته مع ربنا، في استنارته، في فهمه لكلام الانجيل، في حله لهذه المعضلة والمعادلة الصعبة اللي معرفش يحلها هذا الرجل اللي كان فاقد البصر وايضا فاقد البصيرة، والمعجزة اللي عملها له المسيح النهاردة انه خلاه في النهاية مش بس رجع له البصر وايضا رجع له البصيرة، فلما قال له ها انا ذا سجد وقال له اؤمن يا سيد وسجد له زي ما بيقول الكتاب. الله يدينا احنا كمان واحنا بنحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس تكون لنا البصيرة، تكون لنا العمق في حياتنا مع ربنا. ف
فنبصر الله بقلوبنا ونكون شهدين له، نور للعالم وملح للأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. يا توخن أم اسميني سوى بنت بايه بيوي بيوي كتاب براني من راتي انت بخرستو ساري برز في ناري يقول اوتن شو سن بتير انتي سي اوتوكوس ماري اسما بن صوتي انت فكان انو نيبو